بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر الوالدين الكين قاع مفرن إيه قلب السافية وإذن صوت وين عيسو مالي وين وان إذن سلام عيسو مالي بوجوكتان مالي وناكسن ما موضوع أنا أم برنامج كين وح أكساب سين هاي قبلها خاصة هوين كل خو سرت أتقصو جدنا ست سيجا متى هويني ونكيل صحيصة وأمو جيج عيل هدي أطاها أوكي الحمد لله جد كي سحبة تيسا لكن هدي أنا هين محاخص باي أما كوس غرين عيو إني كاجا وسنكو هين جعل أنت أتو هيست سبب تكينيس إن أنا كو صحيصين محيطة أنت أسي إنك بدن بوحد كي بغن دونتا فيديو جينا معتا إن شاء الله بإذن الله الكريم وحون خاص بهاي قبلها خاصة قبلها لقبو إكو أنا القبيم قبلها أيوات خصية إن فيديو جمعت قول والبهرت أو لسان ضدك إسخبو ويلي قبر بقف والباء وحو حق وليهاي تنقو أرر قود وايتاني وحو حق وليها قف وليبا إنو كنو لادا نارو القرح بدا نارو الدكان نارو جعيل هي النحريس هي اسكو دمرين إلها يندا سوما نقول لحدي إنو حاكيا لين حريس هي جعيل إن لسكو نحريس تقول اسكو دمرين حق لبدا قف اسكو ليهين واي قرقو دا إنو قلسنا هذا جعيل كاس احترام كاس إيه محايت قدرين تاس لكن وحاجر أما سبنا ذا آت وصوبتي قريها قار أما إن بدن قريها إن يسون كل سنين جعل بل قريها قار إن عيب كل سنين أعوذ بالله إلها كما قلنا شرطة شر واسمع قري دت سقبة وهذا نجعل قرقو ذا كل سنين وحفول حم واسمع مرك قرك أساسيات كيس أما أساس كقرك أي وحوي سلق وحوى جعل إلهي على هذا الدين حريص إجعال يعني يقمر كخف والبحق وقف ككل كليه يحق ونفتي سؤليه وجر جبده هم ويل كل بعض خفاض وجر مرك أساسا هم أي كليلان وحق كليه نكون ولا ذا نقول قرح بدن وأساس كير يصل لجير وياه إجعال يحترام يسكن حريص شو يسكن إمرين تن جبدها عن قوان نعتاس أرتي بود واي جبدها هدي جبري قبل حاجر أول قبو ما شاء الله تبارك الله لكن أول دليل جر أجريه وحاجة جر دليله نويل الشاء مبرادين يعني صماه حسيت وحين أرادين وحواي أنا محل لا سماس كعقل جينا كلا دون قبل ده نحريس إجعل وما هو يلش إنك ما قين لك وكبدنا أنا هذا وبدنا هاي لنا درين كان حريسات قبل هذا وبدنا كان ويلش مركا قبرة هدي أدركت إنك أنك قدرني يعني سببت محيطه هدي أدرت إنه كقدريه أم أو كجعل هذا أساسك محاوي جورج كو أدي استجعلو كو أدي استجعلو إن استجعلات توا واحدا مهمة ده أنت سوا استجعلو استقدري وقت جاع أدي قصي يعني كان أدي كقوى جورج ولا نال مركز سيست أهمية واجب كا وجودن لهم لها واجب كا وجودن إسا احترام تقول نخبسة لكن أدون أجين مركز سينس أهمية النفط هذا كبدا أسرع إيه مدن روح كست أسرع إيه مدن أسرع إيه مدن وتعالى أدي لودي هذا أسرع وحاجة سي نمبر كقوات أو نرشاد أسرع نروح كجين عيا نمبر كلوات نرشيس كو مكاني قال ويقف كهدان وكو إسكت يجين أسرع قفنا كمان يجي اسمع هذا نفس الدعاء نمبر كو هكوها طويل جد بعضهم قفنا واحد كل بينين قفنا دعوينين دقنان يا قرح ذا هيس أيات نفس ذا هذا قدرن تيد أنا أي نفس ذا هذا قدرن تيد أي كو كذي جاي أي ذا مدن إن هدانا أنا 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 حريصاً القف قاس أنا أنا مرايتك أركع عدنا من حريصنيس هدانا أنا أنا قدرن قفنا ما قدرنيس قدرن أنا أنا سيناي أي وحيسو جيد ساعتي بنك جعلك أنا أنا سيناي وجوده أنا سيناي أي وحيسو جيد ساعتي بنك أم باتي قف كالنت سيجا هاد أم بشدي هاد أم هرير هاد كولن هاد مركا كو إن أزيز قدر سدواي قبلها الخبو كو قبلها ما شاء الله قبلها نظافة بدن واي هذا صومارين هاي شك كمجرو كل جن ونظافة بدن هاي ما شاء الله تبارك الله لكن أساسك مركا تقول جاك نديفينيست مركا أزيز نديفينيست مركا أزيز قرحينيست
أساس كنيت كليق أنا جعل أنا أسكو خرحينوي نفس الديدا يعني وسبب كميت أه جوري قرح ذي سي إنه تاجنا دواي لكن نيد ديد نيد دي وحنا كليق أنا أسجعل أنا أسكو خرحينوي وهاي إنه قرح بدنا أنا ربو مركان جوري جينا ذي فصل أو قرحية أو عرفي أو نونسي عتر كيكال أرجعنا هاي أنا ربو أساس أنا جعل نفس الديدا إنه ميل نظيف فريسته أنا جعل ميل قرح بدن أو وثق لهن إنه فريسته أنا جعل إن قرح بدنا الأساس قصص كليو أذان أوجين أيو قدرنا يا إنك أسق حتى أسقون أوجين أيو نمبر كو كليجايا وأيو حو أركايا إن أديك أتقيم أدليد هاي نفس الداد أتقدرنيس ومهم أيكوت هاي تنكل أنت ومح تقيمها كر قادة قبل هالخباب مركي لقى صوت نظافة إيس قرحين تقيم حيات إيه هذا لذا معاني عنده ذا معاني مركي لقى صوت جدول سميسو قدري وقتي جاك مارس سميس وقتي جاك مارس وقتي جاك سميس وقتي أديك أتلاه ده جدول كاس حيات أنا جمال أنتي أنت أنا أبوه ده نفس الديد أيام قلنا يا وغيران لو صع وين تجلس نفس الداد هدي أتود فر لو تنسع تبعا وين أتود نفس الداد لو صع أو نفس الداد أتجلس قصار معهن وين جدول مركز صبحي أسوتو ست وين أتلاه ده قرشة يبلان هذا نسكس عنين ومحيهات عاو مركز سيحن يسبوق يخلينك أتيه ستا مالي والبقرشها هديار ستا تاسو حيكا عابينيسا إن محيهات نفس دادا إيه هاي نقطي كا عابينيسا تنكلين تو حيكا عابينيسا إن هذا نقول نقف فراخ له ومحيهات فراخ هذا نفت هذا يرانيس مرور بجد ولا لا أنا سوحي مركز سوقع وين عبد هذي وحسن خفصنايا وقت صلاة دكني وقت قرآن قرصنيسا وقتي مسك حديد عقلي جي أيام كرنايا علمي أن بر أن برنايا محيهات وقتي نظافة دي برجي أن كشقي صنايا محيهات وقتي محيهات أنا اسم نظيفنا أنا اسم كشقينا هرت إن أزجعشة محا عدينا ده كلن إن أزجعلين آمن سهين قبل هنا كل إن أزجعلين هذا اسم جعله وعير دخن كي أيا وحدي دخن ماذا قار قبل ده قار كدخ ما يعني وحولتكو يها إزجعلانتي واي مارك ما تقولون وقتي قاعد مارك تقولي مسيت حن إيه شاكو شاكو أو ما لا يعني حن شاكو إنك حن تقدم بنوكس خالص وما وحياة ما أدت قيمة رأي كم تهادت كم فهم سنة قيمة هذه أدت بتريسة الدنيا آخرا ندمكو ما اسم جعلت مارك هم حياة هذا وقتي قاعد هذا فهم سنين قيمة هي س وتكون بحناسة مال عام مناسب هين ما فهم سنة قيمة اسمه نجعلت مركات عنيست عنتوين عافمات كاب ودر اسم جعلت وحول بو عافمات كاب عندك مسكحيا نفسيا يجر أهان مركات سمين يست اسم جعلت كا حد إنا أزجعش هاي قد قلنا ها أزجعلنا أنا لو أزجعلنا هاي لكن أنت صحوا وحاولنا عادوين وحلينا حن حن عادوين كاس حن حن أنت سمين يست حياتي اسم جعلت اسك جوي أنت تبرت هذا عادوين كحن حن اسك جوي وقت جا وقرشيسو على الحج عشا هواي ذا هاج مال ميت سميسو مال هو البقني جو حنج على هاي سميسنا وح آخر سكوك لين ما شاء الله وح خرح بدن واي هدي أرجع عشا أوكي وهدي أرجع لين هاد بلو واي وح أيك وكر لا دت قات وح وآخريو دت كإن دفرن أو كأخون بدن واي حتى مرك خار أيقون جامعة تجين أيك أخون سريان دت كجامعة ذاك صبح مرك آخر سكوك لين تقدر سيباي ذا هاج تنك لين ت هواي الله هواي ترجع عشا السمي سبورتسكو كلا انت قدر سواي وحي كسينة سأنا فرح سناتيت وايو جيركا مركو قرح ونخضو مرلكا وكو نسما يقف هات قرح بدنا نقنيسا سبورتسكا فرفعوني وكسينة مرمال مالميت كالي قدر سو تنكا لانت وحيابها قيمها او سيقا انو فهمو انو سنفهمين انو حاكينا مكوز جرينا رقا خار هورتا نين حنوصن اني مكاهد لايو وايو حاجرو يرك حنوسن أم بني من حنوسن أجر سما تط حنوسن وإن العابي وباهن ونفسين حنوسن وعذر النفسي اللي دالا دعاء أجر قواس وكلنت حل ملهن دي أحول بقى سمي ست حل ملهن هبيراتي أحول هذا نفط على غورت هذا وقت جا غورت هذا مالك غورت ظروف البو هذا كدي أدل سومرت وحوي بري كيس بدل واي كيم حياتي لا تقولي كاج سار واي مركو أسير مسك حديث أيك صوب أنا بأذهب أذهب ما أنا ما ذاك تجاي بس هو ما وقتي وحق ما أنا عيو هتوصل أصلا حتى أوصل كوب أوصل كوب حينين مرة خار مو كوب حين عيو خوف كحن أوصل صار نور شيء إن تكجر تدور وصامة وحيابه أصلا نفس ديس أكرة لقلنا إنه كوسمة مرة عادي أيه وحاجة ريسا وقتي أبلو مسي
fursada badan wax badan aad dhumisay oo noloshaada aad dhahaysid way ugu filan tahay intaan bis waa intaa badan ma awood aad dhahays ayaad gaaraysaa. Marka qof xanuunsan ma ka hadleyna aniga, laakiin waxaa ka hadleynaa ninka caadiga ah oo maskaxdiisa fiyoodahay oo maasha allah tabaaraka allah oo caqliyad aan xanuunsanayn sida uu kugu jeclaanayo. Ayaan ka hadleynaa hadalka degan, inaad baratid waa seygaaga hadalka saa ula hadlaysid. Maahan dadka caadiga isaygaaga isku hadal inayyihiin, maahan hadal degan, hadal dabacsan, hadal qurux badan oo soo jiidasho leh inaad kula hadashid waayo. Daraada ayuu u taagan yahay qorax, soo maxa daraada ayuu u daalaa dhacaaya. Marka inuu ku qadariyo adiga inaad kasbatid waad kasbanaysaa, laakiin ma ahan jidka aad ku kasbanaysid inaad adiga aad isduleynaysid, maahan inaad hana ogolaan qof walba oo noloshaad ku jiro nooc rab ha ahaad ha ogolaan inuu kuliido ihaaneeyo ku duleysto ha ogolaan. Khaladaad waxaa jira oo yaryar maasha allah waa lagu gudbi karaa, iyo kuwa waxaa jira waaweyn oo nafsadaada lagu liidayo oo lagu ihaaneynayo oo marnaba aan laga gudbi karin. Jiro kuwaas oo kaleente ha ogolaanin, marnaba ha ogolaan xaalad walba. Iyo waxaa waaye marxalad kasta aad ku sugan tahay, mar walba xasuusno inaad leedahay rabbil caalamiinka casaa wajal oo adiga ku ciseeyey ku karaameeyey. Marka karaamada ilaahay ku siiyo qofka rabo inuu kaa qaato haw ogolaan, haw ogolaan. Heerkaad rabtid nolosha ka taagno, ilaahay risqaa kuu kafaal qaadi, ilaahay maxayd noloshaada kuu dabiraay. Markaad ilaahay ku kalsoonaatid oo asaga tal aad saaratid, naftaadan aad jeclaatid, waxaa waaye horeyaad u soconaysaa nolol maxay ahayd aan horta adduunka nolol la raal laga hela ma helaayo, laakiin nolol ihaane ee ha aqbalin, nolol duleysasho ee ha aqbalin. Muhiimadda waxaa waaye ixtiraam, qofka inuu ku ixtiraamo uu ku qasban yahay maadaama uu noloshaada uu ku jiro oo ku qasban yahay. Ixtiraamkan adaa kasbanaya, soo ma adiga ayaa kasbanaya, adiga ayaa keensanaya. Markaad adiga is ixtiraamtid qofkuu ku ixtiraamaya, haddaan ahayn qof xanuunsan, qof xanuunsan warkiisa gooni waa, soo ma xisaabta ma ku jiro. Haddaad ixtiraamtid haddii kaleba asaga waxaa waay xal ma lahan kaas. Marka kan laakiin ninka caadiga ah haddaad ixtiraamtid hadal dabacsan qurux badan maasha allah tabaaraka allah xuduuddiisa aan aadan ku gudbin. Qof walba oo anaga naga mid waxaa waa xuduudu leeyahay, ama ninkaaga ha ahaado ama qof kaleento asxaabtaada, qof walba adi xuduudaa leedahay, ma jeclid xuduuddaada in la gudbo, soo ma adigana ha gudbin. Markaad xuduuddiisa aad ilaalisid qasab waa wuxuu arkaya inaad tahay qof maasha allah tabaaraka allah oo qiimo leh oon ku xad gudbeynin. Xuduudda ninkaaga waxaa ka mid waxyaabaha gabdhaheen aysan fahamsaneen oo inta badan khaladaadka waxaa ka mid ah in maxay taleefanka ninkeeda ee baarta gabadha wax ceeb ee waay, oo ceeb adiga ceeb ee liiditaan aad isliidaysid waa. Ha baarin si walba, duruuf walba, xaalad walba ha baarin taleefankiisa, ha baarin taleefankiisa, ha baarin. Adiga ma jeclid ninkaaga la baar, soo maaha. Xaqiisa amba xuduuddiisa ayaad na gudbaysaa. Wax walba waxay leeyihiin xuduud, xad gudbi. Qofka xor waay adduunka adiga iyo aniga iyo annaga oo dhan waxaan u jecelnahay inaan xor ahaano. Qof walba oon jecelnahay waxaan ka jecelnahay xoriyadeen. Marka qofka rabo inuu xoriyadaada kaa qaado uu kaa xayuubiyo waa naceysaa, soo maaha. Ma ogolaanaysid, waa la dagaalamaysaa. Marka asigana xoriyadiisa ha gudbin, taleefankiisa ha baarin. Maxay ahaytay kabadbadinta oo ninka la ilaalinaayo iyo waxaas oo aada waxaa waaye kalsooni dara waa, wax aada u qurux badan maaha kalsooni darana waa. Tan kaleenta nolol aan kuu qalmin weligaa ha qaadan, si walba nolol aan kuu qalmin marnaba ha qaadanin, marnaba ha qaadanin. Marka waxaan jeclaysta maanta gabdhaha inaan la qaybsado quruxda gurigeeda maasha allah tabaarakallah. Waayo guryaha markii ay noqdaan tan kaleenta oo ilow waxaa waaye guryaha sidiisaba kushida suurat albaqara. Waxaa jira shayaadiin, soo maaha. Waxaa jira acuudu billahi ilaahay najeeyo dadka shartooda shartooda. Guryaha albaqraha lagu shido suurat albaqara maasha allah tabaarakallah. waxaa waaye aada u fiican tahay guryaha lagu shido, guryaha lagu shido suurat albaqara ha lagu shido. Adigana maxay ahayd iltizaam joogta cibaadadaad. Markaad cibaadadaad aada joogtaysid waxaa waaye xijaaban tahay, soo maaha. Ilaahayna aada tala saaratid ood ku dadaashid gurigaaga nadaafadiisa quruxdiisa, maxaan ku dhahaa cuntadaada aada cunaysid, waqtigaaga aada qorshaysatid, waqti uu leeyahay seygaaga aada kala dabirtid, asii ciyaalka maxay ahayd aad joojisid xanta, xanta joojiya, xanta aada joojisid waxyaabaha waxaa waa qiimahaaga hoos u dhigaaya kamid tahay xanta. Ma qurux badna waayo markaad qofka aad soo kacdid, qofka aad ka hadlaysid dambigiisa ayaad qaadanaysaa, soo maaha. Dambigiisa aad qaadanaysaa, xasanaadkaagi ayaa lagaa qaadaya. Wax qurux badan maahan, nafsiyana ma qurux badna waayo. Waxaad iloobaysaa gudahaaga, attention-ka aad sii lahayd banaanka ayaad siinaysaa, adaa isgabaaya. Marka isgabin
arkaha isgabin isku soo wada duub sheekadoo dhan waxay kusoo biishubanaysaa anoo idinku sii dheereen videoga isjeclow markaad adig isjeclaatid ayaad qof kalen jeclaan kartaa ayuu asagana ku jeclaan karaa isbaro markaad isbaratid ayaad baran kartaa qof kaleed wax walba asaaska aday kaa bilaabanayaan ku aniga nafteedu waa inaan jeclaada waa inaan ixtiraamaa waa inaan qadariyaa waa inaan dulinimada u diidaa waa inaan xanaaneeyaa nafsadaada waa inaad xanaaneysid xaq ay kugu leedahay waa inaad maxay ahayd u naxariisatid markaas wuu imaanaya qofkii kaleenta wuxuu arkaa inaad tahay qof adig aada isku jecel qof aada isku daneynaya qof waqtigeeda maalaa yacni uusan ugu bixin oo baleen iyo qorsho leh oo mar walba maxay ahaytay toosan oo maxaa ladhaha maasha allah tabaaraka allah jadwalkeeda u samaysan gurigeeda ha ahaada nafteeda ha ahaada qofka kaleenta wuu ku jeclaanaya tan oo maxay ahaytay sirta uu kugu jeclaanayo ee seygaaga waxaa waaye gudahaaga jaceylka oo beenbeenta malraba kuliyeen waa isjecelnaya dhahnaa laakiin markii aad samaynayso wax lidku aa jeceylka naftaada isma jeclid adoon is-ogeynaa samaynaysaa sooma markaa isjeceshahay nafsadaada xanaanee qofkaas number kow aad ka dhigaysid qofka kula nool ee oo seygaaga wuu mudan yahay ixtiraam wuu mudan yahay jeceyl waa mudan yahay koolkoolin laakiin waxaa ka mudan qofkaas aada muraayad ka arkaysid waayo markaad qofkaas aada ilowdid qofka kale aada waqtigaaga iyo maxay ahayd juhdigaaga aada gelinaysid isagana waa ku ilowaya marnaba ha iloobin qofkaas maraayada aad ka arkaysid asagaa kaagala muhiimsan waxaa dunida joogo dhan asaga muhiim ha ku ahaada ummadoo dhan muhiim ayaad u noqonaysaa marka isxanaaney seygaaga asaa ku xanaaneynaya isjeclow asaa ku jeclaanaya ha xadgudbin ma laguu xadgudbaya is-ixtiraam waa lagu ixtiraamaya isqadari waa lagu qadarinaya marka intaasa sheekada ku egtahay wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa ku mahadsan tahay daawade daawashadaada iyo waqtigaaga qaaliga aad siisa videogan video xigintan kulmi doona waxaa idinkaga tegaya wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu jaa